اهلا بكم اخوة الاخوات، فيديو جديد على قناتكم اكاكا اس نيوز. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هذا اخوكم يوسف يحييكم من هنا من سنتندير اقليم كنطورية بشمال اسبانيا. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. قبل ما نبدا نتمنى تبارطاجيو هذا الفيديو ماشي على ودي، لانه مهم بزاف لواحد الفئة ديال الناس اللي كنا كنعانيو 3 سنين هذه تقريبا، وحنا كنعانيو من السفر للمغرب بتكاليف باهظة. فبالتالي نتمنى تبارطاجيوه باش كلشي يعرف. ولايكات ديالكم بطبيعة الحال باش يطلع الفيديو، والاراء والتساؤلات ديالكم مهمة. واللي مازال ما تابوناش يتابونا معنا باش نطوروا مجموعين هاد القناة. اخوة الاخوات، هاد الخبر عاجل، خبر عاجل اللي تلاح لاحو المكتب الوطني للمطارات، خصني ضروري نتقاسمه معكم لانه مهم ومهم بزاف. يلا دابا تلاح هادي تقريبا شي نص ساعة، تقريبا ساعة تقريبا باش تلاح. فبالتالي نتمنى اللايكات ديالكم وتبارطاجيو هذا الفيديو. باش ما نطولش اخوة الاخوات، ابتداء من اليوم 30 سبتمبر 2022 يوم الجمعة اللي هو اليوم، اي واحد بغى يسافر للمغرب ما مطالب انه يدير والو، لا بي سي ار لا لقاح. باي باي اللقاح، باي باي البي سي ار، باي باي تيست انتيجينيك، باي باي كلشي، ما بقى والو، ما بقات حتى شي حاجه. الاخوه الاخوات، هذا خبر سعيد اللي كنا كنتسناوه من شحال هذه، وحنا كنتسناوه يعني الحمد لله اليوم تاتى لنا هذا الشيء. يعني تقدر تسافر تهز باسبور، تهز لاكارت هنا يعني كارت ديدونتيتي ديالك، وتشد البي ديالك وتمشي للمغرب بما يهضر معك حتى شي واحد. كاين واحد الشرط اللي هو بسيط، ماشي مشكل تقدر ما ديروش ويميتوا عليك، هو انك تعمر ديك البطاقه الصحيه ديال الاستماره، هذيك حاله سهله، توصل للمغرب ويعطوها لكاع في ورقه وعمر لهم داك الشيء، قول لهم المعلومات ديالك وقيدوها وصافي سالينا. مساله يعني سهله، ما محتاجاش واحد سميتو. عموما كما قلت لكم، ما بقى لا بي سي ار لا تيست اونتيجينيك لا لقاح. باي باي اللقاح، اللي عنده شي جواز تلقيح غير يخليه يخبعو. ماشي كنقول لكم انا يعني هذا الشيء، شي واحد يقول له راسه ما نعرف، احنا عارفين مثلا يتلف جواز السفر ديالو يقدر يلقاه، ولكن احسن خلي جواز السفر ديالك عندك، ما تعرفها باش تدور. جواز عفوا، جواز تلقيح. وش نقول لكم يعني، هذا خبر سعيد لفئه كبيره ديال الناس ما ملقحنش وكيخسروا الفلوس باش يديروا تيست بي سي ار، واللي عنده ولادو ما ملقحينش حتى هو، وزيد وزيد كانوا بزاف ديال المشاكل وبزاف ديال العراقيل. دابا ما بقى والو، رجعت الامور بحال شحال هذه. دابا عادي يمكننا نقولوا ديك الكلمه ديال رجعت الامور كما كانت ورجع السفر بشكل عادي. دابا عاد نقدروا نقولوا هذه المساله هذه، اما شحال هذه كان السفر فيه عراقل، تيست بي سي ار ولا خصك اللقاح، ماشي حاجه جوج ولا ثلاثه، ولا نبقاو لا جوج ولا ثلاثه ولا اربعه ولا وحده، الحاجه الوحيده هي ديك الورقه. ماشي مشكل، تقدر تعمرها وتهني راسك، تقدر ما تعمرهاش وتمشي حتى لعندهم ويعمروها لك، ما كاينش اللي غادي يقدروا كاع ما يطلبوهاش لك، يعني ماشي مهمه لديك الدرجه. اما الشيء الاخر، جميع القيود تلغات، يعني سير حر مع راسك، تسهر ليا مع راسك دور. حنا عارفين جاي شهر 12 وراس العام، كلشي غيشد العطله وبغي تبغي الناس تهبط، فهذه مساله مزيانه. كان خصها دار صراحه في شهر 6، ولكن دائما حنا معطلين. ولكن هذا الشيء ما كيعنيش انك الا تراجع للمغرب ما غادي يطلبوا منك والو، لا، رد البال، شوف الدوله ديالك شنو طالبه. مثلا كنتي غادي اسبانيا، شوف اسبانيا شنو طالبه، كنتي غادي فين ما كنتي، شوف الدوله شنو طالبه. كاين شي دول باقا ما لغاتش كلشي. وياكم الاخوه الاخوات، راه انا جيت ذاك النهار من المغرب لاسبانيا، الناس قدامي كيوقفوهم وكيطلبوا لهم اللقاح، وكيديروا ليه ديك اللعبه ديال كيقراوا دار الكود كو ار، كيقراوه واش صحيح ولا لا، عاد كيدوز. فبالتالي راه ما كنقولكمش انا يعني هاد الامور رجعت كما هي، اسحب لكم صافي. المغرب فعلا حيد كلشي، ولكن اسبانيا ولا فرنسا ولا المهم انت فين ما مشيتي شوف الشروط. فرنسا عرفناها حيدت كلشي، ولكن نعطيكم غير مثال، انت غادي للبرتغال شوف الشروط للبرتغال، دخل الباج ديالهم وشوف داك الشيء كيفاش داير. اما في خصوص المغرب نعاود نكررها، هذا الشيء صراحه مفرح، تلغى كل شيء، هز طيارتك وسير، ما كاينش مشكل، خذ البي قطع بي ديالك بحال شحال هذه طياره ولا باطو ولا فين فاش غادي، قطع البي ديالك وسير، ما كاينش اللي غادي يسولك على تيست بي سي ار ولا يسولك على اللقاح. هذا مثلا الاخوه الاخوات، كان معكم خوكم يوسف، ما بغاش نطول في هذا الفيديو بزاف باش يبقى قصير والناس ما تعذبش وتشوف فيديو طويل. هذا مثلا كنحييكم خوكم يوسف، هذا كيحييكم،
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما تنسوناش بالدعم ديالكم، ونتلاقاو في فيديو آخر إن شاء الله. تحياتي لكم جميعا بدون استثناء.